مشاهدينا في هذه الفقرة الأسبوع العالمي للتوعية ضد المضادات الحيوية. وبمناسبة هذا الأسبوع العالمي للتوعية ضد المضادات الحيوية، نتحدث في هذا الصباح عن هذا الموضوع. لماذا خصصت منظمة الصحة العالمية هذا اليوم وهذا الأسبوع للحديث عن المضادات الحيوية؟ في هذه الفقرة نتحدث أيضا عن أهمية هذا المضاد الحيوي، خطورة الإكثار من استخدام المضادات الحيوية، خاصة فيما يتعلق بذهاب الأهل إلى الصيدلية لشراء المضاد الحيوي للأطفال ممن يعانون من ارتفاع لدرجات الحرارة، وكأن الأب أو الأم حل بديلا عن الطبيب المعالج وأصبح يشخص حالة ابنه. في هذه الفقرة نتطرق إذن إلى هذه الموضوعات وأكثر. لذلك أرحب بضيفي الذي انضم إلينا في داخل الاستوديو، الدكتور عطل القيسي، استشاري الصحة العامة والرعاية الصحية والوقائية. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. صباح الخير دكتور. صباح الخير بكم جميعا. منور دائما قناة الكوفية بوجودك وبنصائحك وتوجيهاتك الطبية الرائعة. شكرا. في البداية، ولأن المضادات الحيوية من الأهمية بمكان أن نتحدث فيها ونفرد لها هذه الفقرة الخاصة، لكن قبل أن نتحدث عن طبيعة المضادات الحيوية، أهميتها، كثرة استخدامها وانعكاسات هذا الأمر بشكل سلبي على صحة الإنسان، برأيك لماذا خصصت منظمة الصحة العالمية أسبوعا خاصا للوقوف على طبيعة المضادات الحيوية؟ أولا شكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة، وأتمنى السلامة والسلام للجميع في وطننا الحبيب فلسطين ولأبناء شعبنا، بالذات في الأمور الصحية إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. منظمة الصحة العالمية خصصت هذا الأسبوع، تحتفل فيه كل سنة أو تبرز فعالياتها كل عام بخصوص هذا الموضوع المهم جدا في العالم، لخطورة المضادات الحيوية على صحة الإنسان بالسلب، لأنه أصبح في دراسات هناك تشير اليوم إلى أن المضادات الحيوية بطلت تجدي نفعا في بعض الحالات. المضادات الحيوية صارت تعطي سلبيات أكثر من إيجابيات في بعض العلاجات. منظمة الصحة العالمية تتجه الآن إلى الموضوع الصحي الطبيعي، العلاج المضادات الحيوية الطبيعية. نعم، كثير في أطعمة وغذاء. نعم. مليء نسمع عنه. أيوة. مليء عن طريق قد التغذية يتبادر ونظام الحياة. أكيد دكتور. نعم. لكن قد يتبادر الذهن إلى بعض المشاهدين معنا أنه إذا كانت سلبية المضادات الحيوية أكثر من إيجابيتها، فلماذا يتم تصنيعها إلى حتى هذه اللحظة؟ هو لا بديل عن العلاج بالمضادات الحيوية نهائيا. يعني العلاج بالأدوية موضوع مختلف تماما عن سوء الاستخدام. المضاد الحيوي يصرف من قبل طبيب مختص للحالة التي يراها الطبيب تحتاج وتستدعي العلاج بهذا المضاد فقط. زي ما تفضلت في بداية البرنامج، هناك سوء استخدام، سوء فهم في استخدام المضادات الحيوية من قبل الجمهور الكريم، نتيجة ضعف الثقة بالأدوية اللي أحيانا بيجربها الإنسان. خلينا نحطها بين قوسين، هدول بيجربها الإنسان وما بتجدي نفع معاه، وبالتالي يذهب إلى الاتجاه الآخر بتجربة مواضيع تانية ومضادات تانية، بيسمع أنه فادت الحالة هاي بدون الرجوع إلى الطبيب المختص لكي يصف له الحالة. وهذا يعرض الإنسان أو المريض للخطر. تمام، خلينا نحكي إذن عن الأثار السلبية. يمكن نعم. الانتقال من وكأنه أصبحنا في حقل تجارب على طول في المضادات الحيوية. كتير بنسمع عن قصص مثل هيك دكتور، إنه فعلا بتم إنه ما جاب نتيجة هذا المضاد الحيوي، فورا بنروح بنستبدل مضاد حيوي آخر، ممكن إنه جاب نتيجة فورية لحالة مرضية، فإحنا على طول ما شاء الله يعني بتبادر لنا إنه لازم إنه نقتني على الفور. خطورة هذا الأمر، اولا المضاد الحيوي يعمل على خليه الجرثومه، سواء فيروس، مضادات خاصه بالفيروسات ومضادات خاصه بالفطريات ومضادات خاصه بالجراثيم بشكل عام، فرعها من الجرثومات الحيويه البكتيريه والفيروسيه والفطريه والباراسايت اللي هي الديدان. كل شيء، كل مرض وكل تصنيف من انواع الجراثيم له مضاد خاص فيه. فاليوم الطبيب لما بيوصف المضاد الحيوي
والمريض بيتناول الجرعة تماما كما وصفها الطبيب، يجب على المريض أن يتم علاجه بالكامل كما وصف الطبيب بعدد أيامه وعدد جرعاته. يلتزم تماما، يلتزم تماما. لماذا؟ والاستشارة. لماذا؟ لأنه المضاد الحيوي بيعمل بالتدريج على قتل أو تثبيط فاعلية الجرثومة المختص بعلاجها. هذا بيفرق عن حوصلة البكتيريا. ما هي أنا جاي كيف الحكي. الحوصلة اللي بتصير نتيجة وقف المضاد الحيوي بصورة مفاجئة من قبل المريض، نتيجة الشعور بالتحسن المبدئي أو تمام. التدريجي، بقول لك أنا طبت خلاص ليش أستعمل المضاد الحيوي كمان؟ أو غالي الثمن، اديني الدكتور كاتب لك مثلا على سبيل الفرض 20 حبة أو 21 حبة فول كورس، باخذ بس شريط، شريط فيه 10، لقيت حالي، صحيته منيح، وقف. لا، ليش؟ أنت هنا خليت البكتيريا أو الجرثومة، خلينا نتكلم بشكل عام، عملت مناعة ضد هذا المضاد الحيوي. فالمناعة ضد هذا المضاد الحيوي لو جربت مضاد آخر، المناعة بتاعت البكتيريا هتستمر في مقاومة المضادات إلى أن استطعنا بسوء استخدامنا وسوء خلينا نقول معلوماتنا وجهلنا بمواضيع المضادات الحيوية كمواطنين يستخدموها بشكل عشوائي، استطعنا أن نخلق أنواع جديدة من البكتيريا والفيروسات والجراثيم مضادة للمضادات الحيوية. وهذا ما يستدعي نقطة الانتباه، وهذه هي نقطة الخطيرة. نعم. الخطيرة في الموضوع، لأنه أنت وصلت البكتيريا لحصن، تحوصلت حوالين نفسها بغشاء أغشيتها الخاصة فيها وسمومها الخاصة فيها، ما بدنا نحكي بشكل علمي مفصل، خلاها تتحصن ضد أي مضاد حيوي مختص بفصيلتها لعلاجها، أصبح لديها مناعة لتقاوم هذا المضاد، مناعة الحيوي، مناعة مقاومة زي اللي لابسة درع، وبتتحدى أي مضاد حيوي آخر. عشان هيك احيانا بيرجع المرض مره ثانيه بعد فتره من الراحه، او خلينا اللي حكينا فيها انه الشعور بالتحسن المؤقت بعد يومين او ثلاثه من بدايه المضاد، يشعر المريض بالتحسن، يوقف المضاد زي ما حكينا، فبترجع البكتيريا مره ثانيه او الجرثومه مره ثانيه تظهر، او الفيروس بالذات مره ثانيه يظهر اعراضه وتظهر علاماته، ويستمر تستمر المعاناه مع المريض. لو رجع للمضاد الحيوي حتى لو اللي كاتبه الطبيب كأنك بديت من الصفر، ويمكن ما حيجيب نتيجة ما حيجيب على نعم. صحة الإنسان بشكل إيجابي، أنه يلاحظ صحيح. أنه خف أو طاب من هذا المرض، لأنه حكينا أنه البكتيريا تحصنت، صار عندها مناعة أنه تقاوم هذا المرض، يعني أصبحت تقاومه بشراهة، والآن أمامنا حسن دفاعي. صحيح. يا دكتور، وكأن البكتيريا، يعني أنا بشكرك على هذا التشبيه، أنه أصبحت مرتدية درع، وهو درع فعلا. هو فعلا درع. لو شفنا كيف في المزارع البكتيرية أو في المزارع الجرثومية، خلينا نتكلم بشكل عام الجرثومية، في المختبرات كيف البكتيريا بتقاوم المضادات الحيوية، لما بتصير عملية زراعة للبكتيريا، وهذه للأسف بعض الأطباء الزملاء، بديش يعني نعممهم، لا، البعض من المواطنين كمان يتجه بدون هاي النقطة، انه يجب عمل مزرعة للبكتيريا او للجرثومة اللي انت مصاب فيها ان لم تكن معروفة من قبل الطبيب المختص. طبعا الطبيب المختص طبعاً. مش محتاج يحذر ويرود على المختبر مزارع، طبعا كلهم هم دارسين وعارفين هذا الكلام وبروفيشنال في تخصصهم، لكن احيانا بيحتار الدكتور في سبب عدم استجابة الجسم للمضاد الحيوي اللي هو بذاته وبعينه مختص بعلاج هذا النوع من المرض وهذه الأنواع من الأعراض، وبالتالي يذهب الطبيب إلى كتابة مضاد حيوي آخر لربما يكون أقوى درجة من النوع الأول، النوع الأول اللي ظنوا أنه المريض طبعا أخطأ في الاستخدام، أو أحيانا يلجأ الطبيب إلى كتابة نوع مضاد حيوي آخر بعيد عن مجال العلاج ليظنوا بأنه مش هو هذا الفيروس أو الجرثومة اللي مصاب فيها المريض، بدون اللجوء إلى مزرعة للتأكيد.
أكيد للجزم في هذا الموضوع، لكن للحسم نعم أكيد دكتور. نعم. لكن الانتقال من المضاد الحيوي لأنه ما استجاب الجسم. نعم. في علاج هذا المضاد الحيوي، وننتقل مباشرة لمضاد حيوي، وحكينا أنه ممكن يكون أقوى بدرجة أو درجات. صحيح. من النوع الأول، هذا الشيء ممكن يأثر فعلا على صحة الإنسان، خاصة الأطفال. نعرف قديش الأطفال أمراضهم منتشرة كثير، وممكن أنه نجرب المضاد الأول ما جاب نتيجة، روح للثاني روح للثالث. عملية الانتقال ما بين المضادات الحيوية هل فيها ذات الخطورة على صحة الأشخاص، خاصة فئة الأطفال هنا نتحدث؟ الطفل لا يحتاج إلى مضادات حيوية من قبل الأهل بدون اللجوء إلى الطبيب المختص، هذا شيء مفروغ منه. يريدكم نصيحة، أبنائكم أمانة في أعناقكم. ما تعطي يا أم ويا أب، ما تعطي أدوية لابنك أو بنتك أو طفلك نتيجة، حتى لو كان إيش ما يظهر من أعراض على المريض على الطفل، بدون اللجوء إلى الطبيب المختص. ليش؟ هنوضحها. الكبد هو من يتعامل مع الأدوية في الجسم، هو العضو الأول بشكل عام. هو العضو الأول اللي بيستخدم الأدوية وبيوزعها بعد ما يفككها لمحتواها التركيزي الكيميائي اللي حيستفيد منه الجسم، وبالتالي يتوجه المضاد الحيوي داخل الجسم إلى مكانه المختص ويبدأ بعلاجه. فإذا أنت كل شوية سخن الطفل، ادي مضاد حيوي بمبادرة شخصية. طبعاً هاي بنحكي إحنا من دون اللجوء إلى الأطباء، هاي أزمة كبيرة. لو سعى للطفل أو كح الطفل، نزلت برد بسيطة أو خفيفة، ادي مضاد حيوي. نزل مغص معوي أو ألم في المعدة أو حتى استفرغ تقيأ في المدرسة أو في البيت، ادي مضاد حيوي. لو حس بأي إشي، لا يا جماعة الموضوع مش كده، الموضوع يجب على الأخصائي، هو من يكتب هالمضاد الحيوية حتى تحمي كبد الطفل في المستقبل. وإحنا كده بندمر الخلايا بالتدريج وبندمر الدماغ بالتدريج، كتر استخدام المضادات الحيوية له سلبيات كتير. إحنا حنحكي واضحة عن أكيد كتير. حنحكي عن السلبيات. نعم. هي دكتور، وخطورة استمرار أخذ المضادات الحيوية حتى بدون استشارة طبيب بمبادرة شخصية من الأهل. لكن خلينا نشوف هذا التقرير مشاهدينا، بنستعرض فيه طبيعة المضادات الحيوية وبنرجع لكم من جديد. تعددت الآراء حول استخدامات المضادات الحيوية، هناك من يؤكد عدم تناولها إلا عند الضرورة، وآخرون يتناولونها بشكل عشوائي. ومع هذا وذاك يجب استشارة الطبيب قبل تناولها، لأن الاستخدام الأمثل باتباع الإرشادات الطبية السليمة يؤدي إلى نتائج إيجابية وفعالة. أما إذا أسيء استعمالها فإنها تؤدي إلى أضرار بالغة لا يحمد عقباها. للبكتيريا الحميدة الموجودة في الجسم فوائد عدة، منها المساعدة على تركيب الفيتامينات وتحسين المناعة، غير أن بعض الباحثين يعتقدوا أن قتل تلك البكتيريا باستخدام المضادات الحيوية قد يساهم في ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة مثل البدانة والربو والسرطان. فالدراسات تؤكد على ضرورة مراعاة الحذر في وصف المضادات الحيوية، خاصة لدى النساء الحوامل والأطفال الرضع الذين ما زالوا في طور تكوين مجموعات البكتيريا المفيدة في أجسامهم. ومن أهم التأثيرات الجانبية لذلك أيضا ما يحدث من اختلال في توازن البكتيريا داخل الجهاز الهضمي، الذي يمكن أن يؤدي إلى التهابات تقود إلى ظهور خلايا مسرطنة فيه. وللحفاظ على فعالية المضادات الحيوية يوصى بما يلي: تناول المضاد الحيوي الذي يصفه لك الطبيب وإكمال الجرعة إلى نهايتها حتى لو بدأت تشعر بالتحسن. بهذه الطريقة لن تتمكن البكتيريا من البقاء لتعود لتصيبك بالمرض مرة أخرى. تخلص من أي كمية متبقية من المضاد الحيوي. لا تطلب من طبيبك أن يصف لك مضادا حيويا عندما تعاني من نزلات البرد والإنفلونزا، لأنها أمراض تسببها الفيروسات، لهذا لا تفيد المضادات الحيوية في علاجها. إذا ما أصبت بمشاكل بالحلق عليك بعمل تحليل للتأكد من أن التهاب الحلق ناتج عن الإصابة بعدوى بكتيرية أو لا قبل تناول أي مضاد حيوي. لا تتناول مضادا حيويا وصف لشخص آخر، فتناول العلاج الخطأ قد يؤخر العلاج ويسمح للبكتيريا بالتكاثر. شكرا.
شكرا لزميلة سعاد عكيلة على إعداد هذا التقرير الجميل والهام فيما نتعلق فيما نتحدث به الآن عن المضادات الحيوية. يمكن معلومات خطيرة عرضها معنا اليوم التقرير، يمكن من أبرز هاي المعلومات دكتور إنه فعلا وخاصة إنه نحن الآن مقبلين على فصل الشتاء والرشح والإنفلونزا وإصابات البرد ونزلات البرد تصاب أو يعني كثيرة ما نسمع عن أشخاص يصابوا بها. الملفت في الموضوع انه كثير بنشوف ناس مصابين بهاي الامراض على الفور بيستعينوا بالمضادات الحيويه. يمكن تطرقت سعاد في تقريرها انه المضادات تختص بعلاقه او بوجود بكتيريا، وهذا الامر كثير بنافي انه الرشح او فيروس او فيروس، لكن في طبيعه نعم. اكيد في طبيعه الحال نعم. لكن قديش احنا كنا بنحكي عن الاثار السلبيه والانعكاسات السلبيه، خلينا نرجع لهي النقطه وبعدين ندخل للاثار السلبيه بشكل عام. نعم. خطوره انه الان في فصل الشتاء والاشخاص ممكن ياخذوا مبادرات شخصيه انه يتلقوا مضادات حيويه، انعكاسات هذا الامر نزلات البرد احيانا هي سبب زي ما بنقولها لفحة هواء. نزلة برد عادية مش سببها بكتيري أو سببها فيروسي. إذا كان أنت شاكك أنه عندك إنفلونزا فهي فيروس، والفيروس تبع الإنفلونزا ملهوش مضاد حيوي يا جماعة. أكيد أكيد لا يتم علاجه بالمضادات الحيوية بتاتا. البكتيريا نعم يتم علاجها بالمضادات الحيوية، والبكتيريا ما بتسببش إنفلونزا، البكتيريا بتسبب التهاب الحلق والتهاب الشعيبات الهوائية والصدرية في أعلى الجهاز التنفسي، تحتاج إلى مزرعة في المختبر، مسحة من الحلق ومزرعة بكتيرية حتى نستطيع أن نحدد ما هو المضاد الحيوي الأكثر حساسية لهذه البكتيريا، كما وبالتالي بناء على نتيجة هذا التحليل يكتب الطبيب المختص بأمراض الأنف والأذن والحنجرة العلاج المضاد المناسب لهذا النوع من البكتيريا فقط. لكن نعم، لكن إذا أنت صابتك الإنفلونزا وفعلا هي أعراض الإنفلونزا مثلا زي الحرارة، ألم المفاصل، الشعور بالبرد أحيانا نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وهذا بيشعرك بقشعريرة في بعض الأحيان، ألم المفاصل شديد جدا حتى لا يستطيع، حتى بعض الأحيان لا يستطيع المريض أن يتحرك من الفراش، أحيانا يصحبها استفراغ، فهذه أعراض إنفلونزا، روح للدكتور خليه يشخص وهو بيكتب لك مش مضادات حيوية يعني. أكيد لا أكيد. علاجات مضادة للالتهابات أحيانا، مسكنات خافضات حرارة، معالجات لفتح القصبات الهوائية حتى ديكونجستنس يعني حتى تستطيع أنه تتنفس، وبالتالي علاجك منزلي، علاجك الراحة، السوائل الدافئة، فيتامين سي، الليمون، نعم هي رفع جهاز المناعة بالآخر لو لخصناها أخت نداء في كلمة هي رفع جهاز المناعة إلى درجة المقاومة، وتطبيقا لدرهم وقاية خير من قنطار علاج. هذا الشعار الدائم اللي بنرفعه في جميع الفقرات الطبية معنا دكتور. تمام. هي السوائل الدافئة زي ما تفضلتي، في عنا كتير من العلاجات المنزلية الطبيعية اللي ممكن ناخدها لرفع جهاز المناعة والتحضير لفصل الشتاء، زي مثلا اليانسون، البابونج، كل الأعشاب اللي موجودة في البيت، عشبيات البيت أحسن. نعم رفع جهاز المناعة، ركزوا على فيتامين سي يا جماعة، فيتامين سي مهم جدا لرفع جهاز المناعة وبالتالي محاربة نزلات البرد، طبعا اللبس الدفى، عدم التعرض للتيارات الهوائية الباردة. لكن جميل. إذا كان هناك عدوى زي مثلا الأطفال في المدارس، احتمالية الإصابة في الفصل الدراسي عالية، فبالتالي يجب على الأهل التوجه بالاتجاه الصحيح لوقاية أبنائهم من هذا الانتشار، خلينا نحكي إذا كان موجود، بتحصينهم بما سبق، تغذية جميل. المناسبة، رفع جهاز المناعة وكفاءته، وفي هناك حقنة للإنفلونزا تباع في الأسواق، مع أنه أنا كأخصائي رعاية صحية وقائية لي ملاحظات عليها، لكن هي مش خطيرة، مش خطيرة، لبعض الأمراض خطيرة، لبعض مرضى القلب خطيرة، هي مهمة جدا لمرضى السكري ممكن ياخدوها بأمان، هذه بتعطيهم مناعة وتعطيهم حصانة لفترة
قد تصل إلى عام أو قد تصل إلى 10 أشهر، 6 أشهر إلى 10 أشهر ضد الإنفلونزا. ليش؟ لأنه موضوع التغير الفسيولوجي اللي بيحصل عند مرضى القلب ومرضى السكري والأمراض المزمنة الخطيرة اللي زي كده، اللي لا يستطيع الطبيب أحيانا من كتر الأدوية والعلاجات اللي بياخدها المريض التحكم بصحة المريض، وخلينا نقول الوظائف. يمكن هنالك أبعاد أخرى، مشاكل أخرى ممكن أن تصاب بها الأعضاء الوظيفية داخل الجسم. أكيد الأعضاء الوظيفية داخل الجسم تصاب بانعكاسات الأدوية اللي بيأخذها الإنسان. ما فيش يا جماعة علاج أو مضاد حيوي أو أي علاج إن كان لا يوجد له انعكاسات صحية. كل الأدوية إلها adverse reactions، الانعكاسات الصيدلانية أو الطبية على صحة الجسد. الكبد زي ما حكينا وهو أم الأعضاء. تركيز السكر في الدم يتحكم فيه الكبد، تركيز الكوليسترول أحيانا هو الجلايكوجين اللي يفرز من الكبد ككوليسترول من الأعراض الخطيرة اللي بيصاب بها أيضا الإنسان، الأعصاب والتهاباتها، التأثير على عضلة القلب، التأثير على الدماغ، إلى الأم الحامل، خطر أنك تاخدي مضاد حيوي بدون الرجوع إلى طبيب النساء المختص بالحمل. أكيد مش الطبيب المختص بالمرض فقط، لأنه ممكن يصير في تعارض لازم. ما بين نعم هو الطبيب طبعا الطبيب المرض. المختص أكيد حيسأل أنا حامل يا دكتور، فهو حيوصف لها الأدوية اللي ما بتأثر على الجنين وبتأثر على حملها. بتوقع حتى المرأة المرضع يمكن بيتم سؤالها الرضاعة، نعم الرضاعة وتأثيرها. حيسأل الدكتور إذا أنت حامل أو مرضعة، في أدوية خاصة للعلاج خالية من السلبيات اللي ممكن تأثر على في بعض السلبيات أكيد. اللي ممكن تأثر على الطفل في الرضاعة. الطفل في الرضاعة أيضا الست اللي لا هي حامل ولا بترضع ممكن يأثر كمان هذا على التبويض، ممكن يأثر على تأخر الدورة الشهرية. لا نعم. علشان بس المشاهدين ينصدموا من الهدى احنا بنقول جراء استخدام المضادات الحيوية يجعلك راسك او كل ما انت حسيت بالتعب تشتري العلاج، لانه اتمنى انه نوصل لهذه المرحلة يوم من الايام انه الصيدلة مش حيبيعك العلاج بدون الوصفة الطبية المختصة من الطبيب المختص. روح على الدكتور. في امراض كتير بتحتاج يا جماعة لتدقيق في التشخيص، فبالتالي موضوع أخذ العلاج بشكل عشوائي انفرادي هو اللي بنحكي فيه، والسلبيات هاي اللي بنحكي فيها. مش إنه أنا الدكتور كتب لي روشتة عالجني بعلاج معين إنه بده يصير معايا الكلام هذا، لا أعراض. لكن إذا كذبت على طبيبك وإذا ما قلت الصراحة والصدق في أعراضك على طبيبك، والطبيب لا يستطيع بالتالي تشخيص المرض بدقة، هناك حلقة مفرغة في فراغ. أكيد تشخيص غلط العلاج يبقى غلط، انتهى الموضوع. أكيد هذا الشيء حينعكس سلبا على صحة الإنسان، فبدك تتحمل مسؤولية التشخيص كطبيب. طبعا هم أكيد متحملين الزملاء هذه المسؤولية على مستوى عالي من المهنية، نشكرهم أكيد على كده. كل التحية لكل العوامل الطواقم الطبية، وكل التحية أيضا لجمهورنا الكريم الواعي الواعي بمصلحته الصحية ومصلحة أبنائه وأطفاله. يعني يا جماعة بس موضوع المضادات الحيوية مشكلة كبيرة، لو طلعنا للاستراتيجية الوطنية خلينا نتكلم، لو وزارة الصحة الفلسطينية في السنوات السابقة صرفت الوزارة ملايين الدولارات على حالات وعلاج حالات وأدوية وأمور ومستلزمات طبية للمرضى بدون وجه حق من ناحية التشخيص، لأن المريض كان السبب فيها بتوجهه السيء بالعادات الغذائية السيئة بالعادات الدوائية السيئة، مثل موضوعنا اللي بنحكي فيه، مثل الحياة وروتين الحياة الخاطئ اللي عايشه الناس. وهذه أنا بصراحة بحب دايما يعني ياريت الكل يسمع من المسؤولين والكل يسمع من المواطنين، خففوا عن موازنة الدولة بسلوكك الصحي الجيد، خفف عن موازنتك الشخصية والبيتية المنزلية أيضا في ظل هالظروف الصعبة اللي بيعيشها المواطن الكريم في قطاع غزة بالتحديد، من حصار ومن من أكيد يا دكتور يعني من اقتصاد طبعا. فأنت مش بس مرضت مرضى خفيفة تروح، أنت الدواء مكلف ومكلف أيضا مش بس ماديا، مكلف صحيا على بالضبط. فأنت جسم الإنسان نلخص يعني سوء استخدام الأدوية، الأعصاب، التهابها، التأثير على عضلة القلب، الشيخوخة المبكرة، الضعف الذاكرة، ايضا خلينا ابعد جهاز انذار كمان يعني للمرأة الفلسطينية كمان
الحامل المرضع والمستعدة للحمل والرضاعة أيضا. ما يعني العلاجات هاي حتأثر على كيف يعني نقول مستعدة للحمل استعداداتها والرضاعة. نعم للحمل. ويريد يكون في ثقافة كمان عند الناس إن شاء الله بنوصل لهذه المرحلة إنه الكل يتوجه إلى الأطباء المختصين حتى يتأكد إنه متأهل هو للحمل أو الولادة أو الرضاعة إن كان في مرض. طبعا الطبيب المختص ما بيكتب مضاد حيوي ورا مضاد حيوي ورا مضاد حيوي، لا في فترة راحة لازم تكون للجسم وما تغيرش طبيبك، لأنه مهم جدا. ممكن أنا أروح للدكتور ألف يكتب لي العلاج ما استفدش منه، أحرج إني أنا أراجعه، أروح للطبيب باء يكتب لي كمان مرة من دون ذكر إنه أنا رحت لطبيب ألف، فبالتالي أنت يا مواطن ضحكت على نفسك كده. أكيد أكيد يمكن كتير. فهذه مهمة جدا النقطة. يمكن كتير نسمع عن هاي القصص المتشابهة بهاي النقطة، فأنا بتمنى فعلا إنه مشاهدينا ياخدوا بالهم من كل هاي النصائح وهاي التوجيهات والإنذارات اللي حكاها الدكتور خلال الحلقة. أنا بتشكر وجودك اليوم معنا دكتور عطا، وإن شاء الله في لقاءات أخرى نتحدث عن مواضيع كمان بتهم المجتمعات وين ما كانت خاصة. حنحكي عن موضوع رشح والإنفلونزا وكيف يمكن أن نقاومها منزليا حتى لو استدعى بنا الأمر لذهاب للطبيب المختص والمعالج، أن نعرف لمن نذهب وماذا سيصرف لنا. وأنا بتمنى منكم مشاهدينا أنه تاخذوا احتياطاتكم الأمنية دائما لأنفسكم ولسلامة أطفالكم، خاصة وأننا دخلنا فعلا في فصل الشتاء وهذا المناخ الذي فعلا يتقلب ما بين يوم ويوم وبين الفينة والأخرى، وهذا الجو وجو أمراض، فيتوجب علينا جميعا أن نأخذ هذا الاحتياط لنا جميعا. الآن نذهب إلى آخر فصل